بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع السادس والأربعين في أساليب القرآن وفنون البليغة في القسم السابع من الحذف، الحذف المقابلي، وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه. نديك مثال يسري الأول قبل ما نخش في الأمثلة الزركشية. ربك بيقول في سورة آل عمران إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني يشهدون. حذفها فهمت بقى ازاي؟ قائما بالقصة، يبقى حذف يشهدون بدلالة شهد الأولانية. خدت بالك ازاي؟ يبقى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. كويس؟ يعني والملائكة وأولو العلم أيضا شهدوا أن الله قائما بالقسط. فهمت بقى ازاي؟ والأمثلة هتلاقيها كتيرة بعد كده. لكن هو القرآن لازم وأنت بتقراه تبقى بني آدم بإيه؟ بتفهم، مش زي بعضهم انت عارفهم. يبقى الحذف المقابلي يجيب لك حاجة ويحذفها تاني لأن هي إيه؟ مذكورة أولا بدلالة ذكرها أولا، وإلا هيبقى الكلام فيه لك وعجن كتير. فهمت بقى إزاي؟ يعني يبقى كلام ما ملوش لازمة. واضح؟ يعني ما ينفعش مثلا ما تيجي تقرا شهد الله انه لا اله الا هو تقول والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، تبتدي بالملائكه تقف هو وبعدين تقول ايه والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، كلام مش واضح. فهمت؟ في يعني الوصل والوقف في القران ده علم كبير، فعلشان كده ما ينفعش مثلا تقف في حته وتبتدي من حته غلط. واخد بالك ازاي؟ زي مثلا ايه زي ما قالوا ايه، قالوا نعبد الهك واله ابائك، وبعدين ياخد نفسه وبعدين يقول له ابراهيم واسحاق الها واحد. الله، ايه المصيبه دي؟ بقى ابراهيم واسحاق اله واحد، ده هم شاهدوا مع ابراهيم واسحاق. خدت بالك ازاي؟ فلازم اللي يقرا القران يبقى عنده ايه، عنده يعني حسن تأتي، بحيث ان لو سمع كل فقرة واحد يطلع بجملة مفيدة. يعني افرض واحد سمع الفقرة دي بس ومشي، طلع بجملة مفيدة. ما ينفعش مثلا تبتدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم اني كفرت بما اشركتموني من قائد. ايه يا ابني ده؟ يقول لك مش قرآن؟ ايوه مش بس ده كلام الشيطان. هتبتدي بكلام الشيطان. فهمت بقى ازاي؟ فلازم الواحد يكون عنده ايه؟ وتلاقي الحكايه دي موجوده عند القراء المصريين ما شاء الله. تسمع الحصري، تسمع البنا، تسمع احمد رفعت، محمد رفعت، الناس دول، الشيخ علي محمود، كان ايه بداياتهم ووقفتهم تديك علم. انما في ناس تانيين انت عارفهم في القنوات اياها، مش هقول لك اسمائهم، كان قاعد بيعدد على قبر مش بيقرا قران، ده واحد بيعدد على قبر، تبقى قاعد تسمع قران عايز تلطم. واخد بالك؟ انما التاني تسمع قران تتغذى. فهمت بقى ازاي؟ فلازم ناخد بالنا من هذه، والحاجات دي كلها لا تتأتى الا لما يبقى عندك علم باللغه وعلم بالمعنى وعلم بالتفسير. فهمت ازاي؟ فلازم تاخد بالك من الحاجات دي كلها، عشان عيب تبقى راجل ازهري وما تعرفش ايه من هذه الدقائق. فهمت بقى ازاي؟ دي نقطه مهمه. نيجي بقى هنا، بيقول لك الحذف المقابلي وهو ان يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه، كقوله تعالى أم يقولون افتراه
قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. الأصل فإن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء منه. شوف حذف كلمة إيه وأنتم براء منه للعلم بها في السياق. وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون. فنسبة قوله تعالى إجرامي وهو الأول إلى قوله وعليكم إجرامكم وهو الثالث كنسبة قوله وأنتم براء منه وهو الثاني إلى قوله وعليكم إجرامكم وهو الثالث. الثالث والثاني أصل عبارة عن أربع جمل، فهمت إزاي؟ نقراها كده بالتفصيل. فيقول إيه؟ فإن افتريته أدي واحدة فعلي إجرامي وأنتم براء منه، وبعدين ايه وعليكم اجرامكم وانا بريء منكم، يبقى ايه فعلي اجرامي وانتم براء منهم. ادي علي اجرامي واحد، انتم براء منه اثنين، دي مقدره انتم براء، والثالثه وانا بريء مما وعليكم اجرامكم، ثالثه وانا بريء مما تجرمون. فحذف الثانيه، واخد بالك ازاي، وحذف ايه الثالثه. كنسبة قوله وأنتم براء من وهو الثاني إلى قوله تعالى وأنا بريء مما تجرمون وهو الرابع، واكتفى من كل متناسبين بأحدهم بأحدهما. دي في سورة هود كلام سيدنا إيه نوح، هو اللي قال كده. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، ده سيدنا نوح قال كده في سورة هود آية 35. طب سيدنا محمد قال في سورة سبأ بيقول ايه فلا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون ولا تعملون. يبقى النبي أكثر توددا لقومه من سائر الأنبياء. شفت بقى النبي بقى نبينا في دعوته جميع الأنبياء مترددين، وأكثرهم توددا مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ما قالوا ايه قالوا لسيدنا نوح أو إيه أو قالوا لسيدنا هود إلا لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة، ما قال لهمش حتى أنتم للسفهاء. شفت الجمال؟ ما قال لهمش حتى أهو أنتم، ما قالش كده، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، مع إن هم مجرمين. قالوا برضو إيه إن نراك في ضلال مبين، قالوا سيدنا نوح كده، فقال لهم لا ده انتوا اللي اشد ضلالا، يا ضلاليه يا مجرمين، ما قالش كده. لو احنا كنا قلنا كده وبالعصايه ونديهم، لكن شوف سيدنا نوح قال ايه، قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. شفت جمال الانبياء، طريقه الكلام الانبياء مع ايه قومهم ازاي يتوددوا، واخد بالك ازاي. فشوف بقى سيدنا نوح قال ايه، ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون، كلام متعادل. لو أنا مجرم مش هتسألوا على إجرامي، ولو أنتم مجرمين أنا بري من إجرامكم وخلاص، أمر ماشي حلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي فلا تسألون عما أجرمنا، نسب الإجرام له، ولا نسأل عما تعملون. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ يهز قلبك، فهمت إزاي؟ يهز قلب مين؟ اللي مصحصح وبيقرأ قرآن ومصحصح، مش بيقرأ قرآن لا يجاوز تراقيهم زي اللي أنت عارفهم. كل يوم نجيب سيرتهم ليه؟ لان كل يوم ما بنتعلم بنشوف مدى جهله، فهمت بقى ازاي. ومنه قوله تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، تقديره يعني إن أرسل، إن كنت رسول فأتنا بآية كما أرسل الأولون بآية أخرى، فهمت بقى ازاي؟ كل ده مقدر، بس شفت بقى الإعجاز في الإيجاز، فهمت؟ تقديره إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا بآية، فأتوا بآية، مش كده برضو؟ فأتوا بآية. وقوله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه، يعني ويعذب المنافقين بأن يموتوا غير تائبين، أو يتوب عليهم بأن يرزقهم التوبة حال حياته.
شفت كل ده فهمنا منين؟ من الجمال ده. انا عايزك كل يوم تاكل لغة عربية، مش تاكل طعمية وفول، تاكل بعقلك. اصل الايه غذاء العقل والروح هو المعاني، فهمت ازاي؟ انما اللي قاعد ياكل ايه؟ طعام 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 طعام، قاعد ايه؟ بيغذي البهيمة اللي جواه، فهمت؟ لكن اللي قاعد يقرأ المعاني دي بيغذي الروح اللي جواه، فهمت ازاي؟ عشان كده تلاقي ايه اهل الاسلام واهل العلم، تلاقي روحانيتهم عالية، ليه؟ متغذية قوية، فما ايه ما يخشش عليهم ايه الشبهات. يعني واحد عنده شبهة وعطس قدامك ما تلقطهاش منه، فهمت ازاي؟ ليه؟ لانك عندك علم. لكن لو انت اصلا ضعيف المناعة العلمية، لما يعطس قدامك واحد وهابي عطس وهابية، تروح لقط الوهابية منه. ليه؟ لانك انت ضعيف. زي عطس كورونا تاخد الكورونا، واخد، لان مناعتك ضعيفة. لكن لما يبقى عقلك وروحك قوية، والله لو عطسه كفر والحاد ليل نهار قدامك، واخد بالك ازاي؟ ولا تتأثر، تبص لهم كده وتديهم ظهرك وتوقف على المحراب وتقول الله اكبر وتصلي، ولا في اي مشاكل حصلت لك. لكن في ناس مجرد يشوف مقطع فيديو بس في قنوات الالحاد يلحد. ليه؟ لانه مش قوي المناعه، مش معلم نفسه ازاي يرد على العالم دي، فهمت ازاي؟ فناخد بالنا الحاجات دي مهمه، لان احنا في زمن عايزين يسلبوك دينك، فهمت بقى ازاي؟ سلبونا اموالنا واوطاننا، عايزين بقى يسلبونا اغلى حاجه اللي هي ديننا. والنبي كان يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ان لما تبقى مصيبتنا في الدنيا فالدنيا فانيه، مش مشكله، الا تبقى مصيبتك في دينك، فهمت؟ وقوله تعالى ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم، تقديره كما قال المفسرون ويعذب المنافقين ان شاء فلا يتوب عليهم، او يتوب عليهم فلا يعذبهم. عند ذلك يكون مطلق قوله فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيدا بمدة الحياة الدنيا. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فتقديره لا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، ويتطهرن يعني يغتسل، فهمت بقى ازاي؟ فإذا طهرنا وتطهرنا فأتوهن، وهو قول مركب من أربعة أجزاء، نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، ويحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه. عارف أنت في علم الجبر كنا زمان نشيل العامل المشترك، لما كنت بتدرس ماثيماتيك ورياضة زمان، واخد بقى، تروح حتى ايه مطلع الايه العامل المشترك الاعظم او الاصغر وتروح حذفه، تطلع ايه، تقوم تلخص المعادله في اقل رقم ممكن. فاكرين زمان؟ او في نفس الكلام ده في اللغه برضو، يعني اللي احنا كنت واخده في الرياضه ده في اللغه برضو. يعني احيانا تحذف ايه الجمل المتشابهه، واخد بالك، والمتكرره، واخد بقى، هي انا متكرره هنا نمره 2، متكرره هنا نمره 4، متكرره هنا نمره 6، اروح حذفها كلها واذكرها مره واحده، واروح فاتح قوس وقايل الكل. نفس القصه في الرياضه، هي اصليها هي كلها عقل قاعد بيفهم، فهمت؟ واعلم ان دلاله السياق قاطعه بهذه المحذوفات، وبهذا التقدير يعتضد القول بالمنع من وطء الحائض الا بعد الطهر والتطهر جميعا، وهو مذهب الشافعية. ده لقاها فرصة يرد على الأحناف، أصله شافعي، لقاها فرصة بقى إيه الزركشي يروح يدي إيه، يدي إيه كتف الأحناف، لأن الأحناف إيه أجازوا وطء المرأة بمجرد انقطاع الدم قبل الغسل مع الكراهة، مع الكراهة. لكن الشافعي قالوا لا، حتى لو انقطع الدم ولم تغتسل. ليه قالوا كده؟ أصل الأحناف برضو أقوياء، خد بالك، أنا عقليتي حنفية، خد بالك، بالرغم إن أنا شافعي. ايه اللي خلى الامام ابو حنيفه يقول كده؟ لان يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابيه، والكتابيه هتحيض وهينقطع حيضها وليست اهلا للنيه فلا غسل لها، وبالتالي يبقى لا يقربها بمجرد يتجوزها مره، تحيض مره مش هيقربها ثاني. لو انت عايزها تغتسل،
فهمت ازاي؟ فالاحناف قالوا لا، طالما اجاز الزواج بالكتابيه والكتابيه غير صالحه لنيه الغسل، فاجاز القربان المراه بمجرد انقطاع الدم، فان كان في المراه المسلمه فيكون مع الكراهه، وفي الكتابيه فمع الجواز. ايه الجمال الاحناف ده؟ شفت يا سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. لكن الشافعيه قالوا ايه؟ قالوا خد بالك الدلاله اللغويه مهمه يا ابو حنيفه. طب والكتابيه تغتسل ازاي يا شافعي؟ قال لك يكفي النيه ان تكون للزوج، يقول لزوجته عندما ينقطع طهرها دمها قومي فاغتسلي. يبقى نيتها هي نيه زوجها. شفت الكلام الشافعي؟ الشافعي حلوين برضو، الشافعيه مش قليلين. لكن انت لما تعيش في وسط الفقهاء تلاقي جمال ده وجمال ده، كله جميل. مش يجي لك التاني يقول لك ابو جيفه، ده بيقولوا على ابو حنيفه ابو جيفه الجعل الوهابيه، هم اللي جيت. فهمت؟ لكن خلينا هنا على اي حال، لكن احنا ما زلنا ايه؟ شافعيه برضو. واعلم ان ومنه قوله تعالى وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يعني ايه؟ وادخل يدك تدخل، اخرجها تخرج. كل ده عرفنا يا منين؟ لان ممكن يدخلها ما تدخلش، جيبه مسدود، امتنع عن الحركه لسبب طارئ. فهمت ازاي؟ او انه يجي يخرجها ما تخرجش، او يخرجها يلاقيها زي ما هي. كل دي مش احتمالات عقليه موجوده في الايه؟ فشوف كل الاحتمالات العقلية دي اختزلها، لكن هي في عقلك تفهمها لأنك انت عاقل وفاهم. فهمت بقى؟ وأدخل يدك في جيبك، وجيبك اللي هي ايه؟ اللي هو الفتحة بتاعت الثوب من فوق كده، شايف فتحة الثوب اللي بيدخل فيها رقبته، بتبقى واسعة كده، واخد بالك؟ فأدخل يدك يعني داخل هذا الجيب، مش جيبك اللي بتحط فيه الفلوس، لا. يبقى الجيب اللي بتحط فيه الفلوس ده مش هو الجيب اللي مقصود في الآية. الجيب اللي هي ايه المقصود في الآية؟ اللي هو فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس. فهمت ازاي؟ بتبقى مفتوحة كده، يقوم يحط ايده جواها، يخبي ايده بيسوس، ومن يطلعها يلاقيها مضيئة كالشمس، آية من الآية. فهمت؟ من غير سوء يعني ايه؟ مش برص، يعني مش برص، مش بمرض. تقدير وأدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج، إلا أنه قد عرض في هذه المادة تناسب بالطباق، فلذلك بقي القانون فيه الذي هو نسبة الأول إلى الثالث ونسبة الثاني إلى الرابع على حالة الأكثرية، فلم يتغير عن موضعه، ولم يجعل بالنسبة التي بين الأول والثاني وبين الثالث والرابع هي نسبة النظير. عرفت الثاني والرابع والأول؟ إن الجملة بتفصصها تلاقي جملتين هنا وجملتين هنا. فهمت بقى إزاي؟ فيروح شايل الثاني هنا، واخد بالك، مع الرابع اللي هناك، اللي هو ايه؟ العمل المشترك، الجبرة. انا جبر، يسري جبر، خد بالك بتوع الجبر كله هنا. انا كنت اجيب الفول مارك في الايه، في الماثيماتيك وانا صغير، يعني لحد ثانويه عامه كنت اجيب الفول مارك ده، يعني 120 120 على طول، هي جد الرياضه على طول. فكانوا زمايلي يقولوا لي بقى انت جبر بقى، انت جبر علشان جبر بقى. فربنا يكبر بخاطرنا. فلم يتغير عن موضعه، ولم يجعل بالنسبة التي هي بين الأول والثاني وبين الثالث والرابع هي نسبة النظير، كقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. يعني كل ما يسمع صوت حبيبته ولا اسمها حتى، واخد بالك ازاي، أو يتذكرها يعمل كده، واخد بالك زي ايه؟ بيشبه. مش في ناس لما تيجي تقول له قال رسول يعمل لك كده؟ المجازيب شويه عندهم الحته دي، واخد بالك؟ يجي يعمل كده الواد الوهابي ما يعجبوش، ما يجراش حاجه، ما هو ما دقش اصلا، ما دقش الحلاوه. واني لتعروني لذكراك هزه كما انتفض العصفور بلله القطر، يعني المطر، اي هزه بعد انتفاضه، كما انتفض العصفور بلله القطر ثم اهتز. كذا قاله جماعه. ابن الصائغ ما عجبوش الكلام. ابن الصائغ ايه؟
ما عجبوش الكلام، خايف للعصفور يبرد. وأنكره ابن الصائغ وقال: هذا التقدير لا يحتاج إلي، ولو يكون لكان خلفا، وإنما أحوجهم إلي أنهم رأوا أنه لا يلزم من إدخالها خروجها، ويخرج مجزوم على الجواب، فاحتاج أن نقدر جوابا لازما وشرطا ملزوما، حذف لأنهما نظير ما ثبت، لكن وقع في تقدير ما لا يفيد، لأنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل، لكنه قد يقدره تقديرا بعيدا، وهو أدخلها تدخل كما هي، وأخرجها تخرج بيضاء، وهو بعد ذلك ضعيف، فيقال لو لا يلزم من الشرط وجابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالفعل. فإذا قيل إن جاءني زيد أكرمته، فهذا لازم بالوضع مش بالفعل، لأنك قد تكرمه وقد لا تكرمه برضو، وليس بالضرورة. الإكرام لازم للمجيء، بل لوضع المتكلم، يعني هو المتكلم هو اللي خلى الايه الاكرام متوقف على المجيء، ده وضع بس من المتكلم. ممكن اكرمه هو في بيته، ابعت له هديه ديليفري، واد بموتوسيكل كده يوصل له الاكرام من غير ما يجي لي خالص، فهمت بقى؟ يعني كان عندهم ديليفري برضه. بل لو وضع المتكلم بل لوضع المتكلم، فالموضوع هنا ان الادخال سبب في خروجها بيضاء بقدره الله تعالى. الا ترى انه لا يلزم من اخراجها أن تخرج بيضاء لزوما ضروريا إلا بضرورة صدق الوعد؟ فإن قال: لم أرد هذا، وإنما أردت ألا تخرج إلا حتى تخرج، قيل: هذا من المعلوم الذي لا معنى للتنصيص عليه. يعني بيقول لهم أنتوا كده قاعدين بتقدروا حاجات يعني إيه ملهاش لازمة، إيه أدخلها تدخل وأخرجها تخرج، إيه الكلام اللي بتقولوه ده، إيه الكلام اللي بتقولوه المضحك ده، واخد بالك؟ زي ما عجبوش الكلام، واخد بالك ازاي؟ انكره. وانا مع ابن الصائغ في هذه المساله، يعني انا عقلي ماشي مع ابن الصائغ في هذه المساله، ما يجراش حاجه، خلي عقلك انت مع التانيين ما يضرش. ما دي ميزه بقى المناقشات الفكريه، انك يعني انت تتحمل اختلافك مع الاخر. انما الناس اللي خدوا الدين بلا فكر ما يتحملش الاخر، اللي يراه هو الدين بس، واي مخالفه تبقى مخالفه للدين. دي ليه؟ لانه ما تعلمش بهذه الطريقه، فاهم؟ الأزهرية بقى تعلموا بالطريقة دي، عشان كده تلاقي الأزهري الأصلي مش الأزهري التايواني، لأن في أزهرية تانية تأثروا بالفكر التايواني، فهمت بقى إزاي؟ فده بدأ إيه اللي تقتر به. يبقى الأزهري الأصلي تلاقيه إيه صدره واسع، تروح له يناقش أي مسألة تلاقيه يناقشها بدون انقباض صدر، ليه؟ لأنه يتحمل إيه الفهم الآخر، لأن التاني ما يتحملش الفهم الآخر. مبتدع ضال مضل اقتله على طول كده، واخد بالك؟ ومنه قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أصل الكلام خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح، لأن الخلط يستدعي مخلوطا ومخلوطا به، أي تارة أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة، وتارة عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة. وقول تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فإن مقتضى التقسيم اللفظي من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجنة، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار. فحذف من كل ما أثبت نظيره في الأخرى. أمثلة واضحة بقى خلاص. قيل: ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يا الله، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أشرح لك بالطريقة اليسرية، اللي هو الوقت بيمثل إيه؟ بيمثل حال الكافر، والحال الكافر هو الدب المنعوق بها مش الناعقة. ينعق يعني ايه؟ يعني الجدع اللي بي ايه اللي بيربي المواشي وبيربي الغنم والشياه بيبقى قطيع كبير بالميات، فعايز ايه يحركهم بعد ما سابهم في المرعى، عايز بقى يتحرك لان الشمس قربت تغيب، عايز ينادي عليهم علشان يروحوا بيتهم يروحوا بقى بعد ما كلوا طول النهار، يقوم ينادي يقول ايه، يعمل اي صوت. هم عارفين صوت الراعي بتاعهم، لانه بيبقى في كذا راعي وكل راعي ليه المجموعه بتاعته، كل بهيمه عارفه صوت الراعي بتاعه. يقوم راعي مثلا يقول ايه، يلا بقى
هم عارفين، المجموعة اللي عارفة صوت الراعي اللي بيقول يلا بقى ده تمشي، هي مش عارفة يعني ايه يلا ويعني ايه بقى، هي عارفة الصوت بس مش فاهمة. والتاني يقول ايه؟ روحوا بقى. فواحد يقول يلا بقى، والتاني روحوا بقى، والتاني الشمس غابت، والتاني يقول الشمس، لا فاهم البهيمة ده معنى الشمس غابت ولا يلا مش عارف. لكن هم سامعين أصوات، بيمشي تبع الصوت مش تبع المعنى. فالكفار دول بيسمعوا أصوات الأنبياء ما بيفهموش معانيها، عاملين زي الدواب. شفت التشبيه بقى؟ فهمت؟ قاعدين يسمعوا القرآن زي الايه، البهيمة اللي بتسمع صوت الراعي مش فاهمة هو بيقول لها ايه على التفصيل. فهمت؟ شفت التشبيه جميل ازاي؟ سيبويه بقى قلق. ايه اللي قلق سيبويه؟ قال ان الداعي هو النبي. فهمت ازاي؟ والمنعوق به اللي هو المدعو هو الكافر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. فايه؟ فخاف لحسن تفتكر ان التشبيه تشبيه النبي بايه؟ بالناعق. ما يصحش. فقال لك ايه؟ خد بالك ان هنا التشبيه واقع على المنعوق به مش على الناعق. شفت كلام مين؟ سيبويه. سيبويه سعادة البي يعني، مش سيبويه. واخد سيبويه؟ فخدت بالك بقى؟ نقرا كلام سيبويه بعد التوضيح اليسري. طيب. قال سيبويه في باب استعمال الفعل من في اللفظ فلا في المعنى، لم يشبهوا بالناعق، يعني الكفار ما شبهوش بالناعق اللي هو الداعي يعني، وإنما شبهوا بالمنعوق به اللي هو البهايم. عارفين البهايم؟ طيب. وإنما المعنى، ليه سموها بهيمة؟ لأنها إيه؟ تبهم ما تريد، ما تعرفش تتكلم. يقول لك أبهمه يعني إيه؟ يعني لم يفصح عما يريد، فسميت بهيمة عشان كده. فكل ما لا يستطيع الإفصاح عما لا يريد عما يريد يسموه إيه؟ بهيمة. فهمت؟ المهم خلينا هنا. فبيقول لك إيه؟ لم يشبهوا بالناعق وإنما شبهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء. بس إيه؟ يسمع نداء بس وخلاص، مش عارف معنى النداء. ولكنه جاء على ساعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى انتهى. الزركشي بيقول لك إيه؟ والذي أحوجه إلى هذا التقدير أنه لما شبه الذين كفروا بالنبي، لأن النبي داعي، وهذا بناه على أن الناعق بمعنى الداعي وليس بمتعين، لجواز ألا يراد به الداعي، بل الناعق من الحيوان شبههم في تألفهم وتأتيهم بما ينعق من الغنم بصاحبه، من أنهم يدعون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ما يريده، فيكون ثم حذف. وقيل بقى إيه؟ في ناس ردت على سيبويه وعلى الزركشي وعلى اللي تشدد لهم. فهمت؟ عقول متفاوتة، أهم حاجة لازم تحترم هذه العقول المتفاوتة. خدت بالك؟ يعني أنت بعد ما اقتنعت بالتشبيه ده، فهمت؟ وكلام سيبويه اقتنعت بيه وكلام حلو، فهمت ازاي؟ والزركشي أيده وقال له آه الأحسن، ليه يجيب الحد إن إيه؟ إن بيشبه الناعق اللي هو الداعي، والداعي النبي داعي إلى الخير، فما يستحقش إن أنا إيه يجي في بالك في التمثيل ده. فهمت بقى ازاي؟ وقيل ليس من هذا النوع إلا الاكتفاء من الأول بالثالث لنسبة بينهما، وذلك أنه اكتفى بالذي ينعق وهو الثالث المشبه به عن المشبه، وهو الكناية المضاف إليها في قوله ومثلهم ومثلك، وهو الأول وأقرب إلى هذا التشبيه المركب والمقابلة، وهو الذي غلط من وضعه في هذا النوع، وإنما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العاطفي على ما سلف. يعني هما موافقين سيبويه برضه، بس بيقولوا لك ما تحطوش في المثال ده، ما تحطش هنا في المثال ده، ده من باب الاكتفاء مش من باب الحذف. فهمت ازاي؟ الحذف المقابلي، ما احنا قلنا في حاجه اسمها الاكتفاء وفي الحذف المقابلي. في القسم الثاني كان الاكتفاء والقسم الاول كان الاقتطاع، فاكرين القسم الثاني لما قرأنا عليه الاكتفاء زي اية سورة البقرة، ما قلنا ايه اللي ما قلنا إيه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، بس فيها اكتفاء، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والقضاء والقدر، يبقى فيها اكتفاء. فهمت بقى؟ حذف من باب الاكتفاء ليس من باب ايه؟ الاستغناء بالإيمان بالله واليوم الآخر فقط. لا، هنا بقى بيقول لك ان المثال ده من باب الاكتفاء مش من باب ايه؟ الحذف المقابلي. فهمت بقى ازاي؟ لكن مش معترضين على تعليل ايه؟ السيد سيبويه. لا ينبغي، بيقول لك ايه؟ انما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العاطفي، تكتب فوقيها، وليس من باب الحذف المقابلي. على ما سلف، على ما سلف، لانه ذكر الاكتفاء قبل كده. وقد قال الصفار، الصفار يعني اللي بيبيع النحاس، كان زمان اللي بيبيع النحاس يسموه ايه؟ الصفار. مش شرط كان هو بيبيع نحاس، يمكن جده كان بيبيع نحاس فسموه الصفار عشان كده. فهمت بقى ازاي؟ هذا الذي صار إليه سيبويه من أنه حذف من الأول المعطوف عليه ومن الثاني المعطوف ضعيف، لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورة، لأن فيه حذفا كثيرا مع إبقاء حرف العطف وهو الواو. ألا ترى أن ما قبله مستأنف، والأصل مثلك ومثلهم، إلا أن يدعي أن الأصل ومثلك ومثلهم ثم حذف مثلك والواو التي عطفت ما بعدها وبقيت الواو الأولى، ويزعم أن الكلام ربط مع ما قبله بالواو وليس بينهما ارتباط وفيه ما ترى. وقال ابن الحاج، دخل في الموضوع ابن الحاج بقى الإشبيلي، ده إيه؟ من كبار علماء المالكية والأصول. ابن الحاج هي ابن كتبها الحجاج، أنا عندي كتبها ابن الحجاج، هي ابن الحاج، يبقى نصلح. تصدق انا قدامي ابن الحجاج وقريتها ابن الحج، حاجه غريبه، عيني بقت تقرا صح، يا حاجه سبحان. وقال ابن الحاج، مع انها قدامي مكتوبه ابن الحجاج، عشان تعرف انك انت لما بتقرا كتير عينك تصحح لوحدها بدون ما تاخد بالك. وقال ابن الحاج عندي، دخل في الخناقه، بقت خناقه بين سيبويه وبين العلماء التانيين. سيبويه عايز يحطها في الحذف المقابلي، والتانيين بيقولوا لا، دي من حذف الاكتفاء وليست المقابل، وعملوا خناقه كبيره. واخد بقى ابن الحاج داخل بقى يقول لهم طب اقعدوا شويه كده اشربوا شاي كده عشان انا عايز اقول لكم كلمتين تانيين. فهمت ازاي؟ عندي انه لا حذف في الايه، والقصد تشبيه الكفار في عبادتهم الاصنام بالذي ينعق بما لا يسمع، فهو تمثيل داع بداع محقق لا حذف فيه، والكفار على هذا داعون، وعلى التأويل الأول مدعوون. ونظيرها قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، فإن فيه جملتين حذف نصف كل واحدة منهما اكتفاء بنصف الأخرى. وأصل الكلام يعني هو عايز يقول لك إن ده من باب إيه؟ الاكتفاء، يعني الحذف الاكتفاء، كأن ابن الحاج عايز يأيد الناس اللي قالوا كده. وأصل الكلام أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ممن يمشي سويا على صراط مستقيم. المكب على وجهه زي مين؟ زي الحية، الحية ماشية بوجهها كده على الأرض، وزي الدودة. فهمت إزاي؟ وزي برضو إيه؟ الحيوانات كلها ماشية كده إيه؟ رجليها إيديها حطها على الأرض، فإيه؟ وشها على الأرض أكتر ما هي وشها أمامها. يعني كأن الايه الكفار دول ربنا ايه بيبينهم زيهم زي البهايم ماشيين على وجوههم كده مش شايفين حاجه. فهمت؟ واصل الكلام افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ممن يمشي سويا على صراط مستقيم، ام من يمشي سويا على صراط مستقيم اهدى ممن يمشي مكبا. يعني جاب لك المقابلات، بس هو حذف المقابلات المتشابهه فبقت الجملتين بس، مع ان لو فكتها تطلع اربع جمل. فهمت؟ وإنما قلنا إن أصله هكذا لأن أفعل التفضيل لابد في معناه من المفضل عليه. وها هنا وقع السؤال عمن في نفس الأمر، هل هذا أهدى من ذاك أم ذاك أهدى من هذا؟ فلا بد من ملاحظة أربعة أمور، وليس في الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرى. والذي حذف من هذه مذكور في تلك، والذي حذف من تلك مذكور في هذه، فحصل المقصود من الإيجاز والفصاح. ثم ترك أمر آخر لم يتعرض له، وهو الجواب الصحيح لهذين الاستفهامين، وأيهما هو الأهدى. لم يذكره في الآية أصلا اعتمادا على أن العقل يقول الذي يمشي على الصراط المستقيم أهدى ممن يمشي مكبا على وجه. أصل هو بيسألك كده، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على سويا على الصراط المستقيم؟ ما قالكش الإجابة.
لان الاجابه معلومه عقلا. طبعا اللي ماشي سويا على السماء هو احسن، طبعا هو ده الاحسن، لكن ما قالها لكش، انت تفهمها عقلا. فهمت؟ وهذا كقولي افمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستوي طبعا على طول، ما قالكش لا يستوي. وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون طبعا، لكن حذفها. حذفها ليه؟ لانها معروفه عقلا، يسموه استفهام ايه؟ تقريري. فهمت؟ استفهام تقريري يعني بيقرر معنى، زي بالضبط في حديث ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ايه بيقول يزاد عن حوضي رجال فاقول يا رب انهم من امتي، فيقول له الله اولا تدري ما احدث بعدك، فاقول سحقا سحقا. يجي ابن تيميه يفهم الحديث لانه ما قراش الزركشي ولا فهم الحاجات دي، يقول لك يبقى النبي لا يدري ما تفعل امته بعد وفاته. فهمت ازاي؟ فانكر اعلام النبي بعمل امتي بعد وفاته من هذا الحديث. وهذا الحديث جعله يضعف حديث عرض الاعمال عن النبي بعد الوفاه، وقال حديث انما تعرض عليه اعمالكم بعد وفاته، فاستغفر لكم، قال حديث ضعيف لانه يخالف ما هو الصحيح وهو انك لا تدري ما احدثه بعدك. ده كل ده قاله ابن تيميه، ومشي ورا مين؟ ابن عثيمين وابن باز والالباني، واخد بالك ازاي؟ وكل كهنه الوهابيه مشي وراه. فهمت ازاي؟ عشان تعرف ان هم ما قروش ولا فهموا ولا تعلموا، ده استفهام تقريري، يعني كانوا بيقولوا اولا تدري ما احدثوا بعدك وقد دريت يا حبيبي، هو انت ما تعرفش عملوا ايه؟ ما انت عارف، كانه بيقول له كده. فهمت ازاي؟ ده بيقرر العلم به، لكن ده اسمه استفهام تقريري، الجواب محذوف للعلم به عقلا، وعشان كان احنا قلنا عليهم ايه؟ حمير. يعني انا بس بقول لك ان شفت الكلام اللي احنا بنقراه ده عليه تطبيقات على الواقع العملي في الاعتقادات، ما تفتكرش ان هي كلام بحت نظري بحت، لا تاخد بالك. خلينا هنا، احنا كل شويه نجيب سيرته. المهم فائده، قد يحذف من الاول لدلاله الثاني عليه، وقد يعكس، وقد يحتمل اللفظ الامرين. فالاول كقوله تعالى ان الله وملائكته، ضم التاء يا ابني، ما تكتبهاش زي الآية ملائكته، هو جايبها لك مثال على قراءة شاذة بضم تاء ملائكته، فضمها بقى. كقوله تعالى إن الله وملائكته، حط ضم على التاء في قراءة من رفع ملائكته، يعني حط عليها ضمة، دي قراءة شاذة مش المتواترة، لكن قراءة وردة شاذة. أي إن الله يصلي، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وليس عطفا عليه، يعني إن الله يصلي وملائكته يصلون، هذا على قراءة إيه؟ ملائكته، دي قراءة إيه؟ شاذة. لحسن لو جه الواد الوهابي سمع يقول لك حتى القرآن بيقروا غلط، يقول ملائكة القرآن، طب افتح إيه؟ ملائكته، شوف الشيخ بيقول إيه؟ ملائكته، عشان تعرف جهلة، اقفل إيه؟ يلا ما تحضرش عنه. نقول له متشكرين. والثاني كقولي يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما يشاء، ما سكت، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، يثبت إيه؟ ما يشاء. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن إحنا ناس بنفهم، فلما ربنا نزل القرآن لناس بتفهم فاكتفى بهذا، لكن لو نزله على بهايم كان ايه؟ كان جاء صورته مختلف. وقوله ان الله بريء من المشركين ورسوله، رسوله مضمون يعني ورسوله بريء. شفت بقى؟ وقوله يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، والسماوات تبدل. فهمت برضه؟ وقوله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. شفت الجمال؟ أي كذلك. وجعل منه أبو الفتح قوله أسمع بهم وأبصر، التقدير وأبصر بهم، لكنه حذف
حذف لدلالة ما قبله عليهم، حيث كان بلفظ الفضلة وإن كان ممتنعا في الفاعل. وهذا التوجيه إنما يتم إذا قلنا أن الجر والمجرور في أسمع بهم وأبصر في محل الرفع، فإن قلنا في محل النصب فلا. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والتقدير خلقهن الله، فحذف خلقهن لقرينة تقدمت في السؤال. وقول سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، مع أنه قايل في كل الأنبياء إن كذلك، فحذف إن هنا لدلالة السياق عليها لأنها مذكورة قبل كده، ولم يقل إن كذلك اختيارا واستغناء عنه بقوله فيما سبق إن كذلك. والثالث كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، فقد قيل أحق بخبر عن اسم الله تعالى، وقيل بالعكس والله ورسوله أحق أن يرضوه ويرضوا رسوله، فهمت؟ لأن رضا النبي من رضا الله ورضا الله من رضا النبي. وأما قوله قد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها، فالفائدة في إعادة الجار والمجرور. شوف يكفر بها ويستهزأ، ليه قال بها تاني؟ مش جر الجر والمجرور، قال يستهزأ بها تاني. طب ما لسه قايل يكفر بها، قال ممكن يكفر بها ويستهزأ وخلاص. فالفائدة في إعادة الجر والمجرور أعني بها، لأنه لو حذف من الثاني لم يحصل الربط لوجوب الضمير فيما وقع مفعولا ثانيا أو كالمفعول الثاني اللي سمعته، ولو حذف من الأول لم يكن نصا على أن الكفر يتعلق بالإثبات لجواز أن يكون متعلق الأول غير متعلق الثاني. يعني هل يعني إيه؟ فلا تقعدوا مع متعلق بأن هم أصلا بيكفروا بآيات الله فقط، ولا بيستهزئوا بآيات الله، ولا بالاثنين؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى معناه اجلس معاهم لو لم يظهروا كفرهم بآيات الله ولم يستهزئوا بها لك ان تجلس معهم، انما اول ما تحس ان هم هيستهزئوا بكلام الله وهم اصلا كفار يبقى اجتمع فيهم الاثنين سيبهم وامشي. فهمت بقى ازاي؟ الثامن الاختزال، هنقعد فيه دي شهرين ثلاثة. الاختزال الثامن ده نقعد فيه قعدة طويلة قوي، فخلينا على الاختزال ده ونستعد كده وننام نومة طويلة، علشان ايه؟ هنقعد ايه نناقشه مدة طويلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.